احمد عدوية. يقال كان بيحبه جدا. ده كان احنا كنا قاعدين في العجمي، كان لسه العجمي ما اتزحمتش، ها، كان فيلة عبد الحليم طبعا حاجة يعني شاريها من واحد كان غاوي فيلل يعني. فبيمشي بالليل على الشط ولابس جلابية اللي هي اللي كان بيحب يلبس الجلاليب على طول يعني. والطاقية. لابس جلابية والطاقية. فواحد من كبار التجار بتوع اسكندرية كان عامل فرح على الشط يعني على الرمل كده، وطبعا البيست اللي هو هيغني عليه احمد عدوية موجود، ها، فالاضواء مطفيه كلها في على اللي قاعدين حاضرين الفرح، والنور بقى فقط على احمد عدوية. فعبد الحليم السحب ورحنا قاعدين في اخر صف وسط الناس، في اخر صف هو لابس جلابيه وطاقيه وبتاع. فواحد بص كده وقال الله الجدع ده شبه عبد الحليم حافظ، ها، قال له ايه اللي هيجيب عبد الحليم حافظ هنا؟ وبعدين راح رجع تاني وقال الا الله ده هو عبد الحليم حافظ. لقى الناس هتخطف الاضواء، هيخطف الانظار من بتاع، راح طالع عشان بيقولوا ليه غنى هو الساحر ده حمو. طلع راح طالع وطلع مع مسك المايك وغنى وشارك عدويه شوف يبقى ازاي بقى بيحارب. قولي لي على مستند واحد معانا.